تيجي تعمل تحليل دي ان ايه؟ ولو طلعت بنتي والله العظيم ثلاثة رقبتي اعدموني لان انا ابقى راجل ظلم، انما ما بقاش انا راجل صاحب حق ويتقلب على الحق باطل والباطل يبقى هو الحق. ليه يا جماعة؟ ده احنا مسلمين بنضحي بالله، حرام عليكم كده والله. هما عملوا اللي هما عاوزينه، قسما بالله العظيم ثلاثة يا فندم مهددني بالقتل. أنا والله العظيم ثلاثة ما بنام في بيتي إلا الصبح أول ما بحسين. لو أنا قدام حضراتكم يا فندم لموطى على رجليكم كويس إن البنت بنت التسعة كاملة. قامت واخدة غيابي وقامت هربانة وراها عند أخوها في المعصرة. ربنا ما يكتبها لحد على النفر فيه. قلت ثلاثة لو جات وعملت تحليل دي واتحكم عليها بني آدم أنا ما هزعل. أقسم بآيات الله ما بنام إلا الصبح يا جدعان. رن عليا في اي وقت. عظيم ثلاثة والله العظيم ثلاثة انا من عايز اكتر من حاجة.